أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذه السائلة تقول: ما حكم إقامة حفلات النجاح للصغار والكبار؟ وما حكم إجابة الدعوة للحضور لهذه الحفلات، خاصة إذا كان فيها إسراف أو رقص، مع ذكر العلة في الحكم، لا سيما وأحيانا تكون هذه الدعوات من أقارب ومن ذوي الأرحام؟ إقامة الحفلات من أجل النجاح هذا للفرح، هذا لأجل الفرح بالنجاح وتشجيع الطالب وإدخال السرور عليه وتشجيعه، لا بأس بها، لكن لا تشتمل على منكرات، على رقص ولا على أغاني ولا على منهيات، بل تكون حفلة تشتمل على طعام وشراب وتلاقي وسلام بين الناس، شكر لله عز وجل، لا بأس بالأصل، لكن إذا صاحبها منكرات هذه لا تجوز، عليكم أن تنهوا عن هذه المنكرات ويقتصرون على ما أحل الله، وإقامتها هو من باب الفرح والسرور وتشجيع الطلاب، لا حرج في ذلك.